الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبة لعلاج دبر يجوز أنه يصوم يعني متصل أو فيه تخاف يعني شو أنت على أي شيء صوم دبر عليه دبر رمضان لا ما في تتابع صوم رمضان إيه؟ إن تابع آفة حسن ولا مو لازم لو صام أفضل حتى يقضي ما هي مو بلازم تتابع. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء بعض الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله.